ما اقدر احكي معي. يما طلعوا حط طلعوا راح اربط راح اربط. قولي لي ما ابوي مو هالحين لك روح اعطي حسك روحي ما اقدر روحي ما في ما في حد. يلا اطلع من هون يلا يلا اطلع من هون خلاص اطلع 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 من عندي اطلع من دار يلا يبا يبا اطلع من داري اطلع ما بدي اشفيك اطلع 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 من داري اطلع من داري اطلع من داري اطلع من داري يلا طبت بالسيارة اطلع من داري ما بدي اشفيك اطلع يبا اهدى يبا اطلع من كل شيلات كمان اطلع يلا اطلع من عند داري ما بدي اشفيك اطلع خلاص اطلع اطلع من هذه السحاب اطلع اطلع من قلب الله انا اروح لك على المغفر روح يلا خلاص يجيك ابوي اطلع من هذه اطلع اطلع ما بدي اشفيك خلاص اطلع خلاص خلاص اطلع شنو في كلام يدوي والله العظيم اضرب حل اضرب عيال اطلع ما بدي اشفيك خلاص خلاص اطلع من عند داري صوريني ولا تخفيني خلي الملك عبد الله يعرف اطلع اطلع خلاص والله العظيم ما في راح بالكم اطلع من عند داري خلاص والله ما عليك اطلع يا قرب يلا 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 يا عليك والله ما عليك والله ما لي واحد منكم دوا معي اطلع خلاص كفي يا اخي والله الظلم الدم يا والله اطلع اطلع حالي انا اطلع حالي خلاص اطلع انت اخواني وزملائي والله زملائي تعمل لي وقفه اطلع خلاص روح يا اخوي الله يسهل عليك اخوانكم لا تذيني انت انك تقلص زي عمر الخطيب خلاص حرام حرام دوست عيالي يا زلمه قتلني الجوع ريوان انت يا خزاعل انا شو جايبك عليا من انت بالظلم وين شلوني ولدي ولدي شو بدك ولدي ليش تقرب على الولد شدك بالله اطلع عليه عد الله ما لي حدا منكم الله يوفقك الله ينصر طريقك عيالي ما حد يطلع بيهم اذا جبتوا اكل لعيالي انتوا على راسي والله ما عندي اكل ايه والله خبز ما عندي والله خلي مخبر لا يبا عيب يبا اخواننا هذول شايف البكم قبل شوي شفتوها ايوه البكم قبل شوي مرت معي وين راح البكم؟ هري مخبر يلعن ربه ندي عيني عليه والله دفع رب البكم منه وهالثمر قبل شوي مين من اللي بغش له طلع حسن لا تبلش بحدا جزمني قلت اني عن ربك وين ربك تعال ياسر عالدار يبا تعال عالدار يبا البس حزام الناس فورا يبا انتبه وطخ قزاز السيارة نزل قزاز السيارة نزل خير حدا منهم؟ لا طب القزاز كيف الله؟ وجزمني يبا مرة يبا ايش مسكك؟ نطيت ربك مين مسكك على راحشة؟ لا واحد فخم يا ليش واقفين هاد؟ يا اسد يبا رن على الشرطه قال لهم تعالوا والله مدهنا يبا رن مدهن يم هجو وين راح يجي مدى الثاني منهم خليهم يجوا ايش جهز كلشنات يلا بسرعه الاربعه جهز اربع كلشنات جهز قلب الاربعه الجايه يلا قول له اطلع قول له اطلع فورا قول له ارمي هذا الطفل يبا اقدر تحت على دار ثاني طلعها بدون اسد اطلع كلكم فوق السطح في ثاني سلمى سلمى روحي جيبي لي اشاره رسمي روحي اشاره رسمي روحي يلا بدان قلت له خليها اجيبها انا وعيالها ولي يا زلمه ما في بيوت حرمه وش يسوي عدوان شو يسوي؟ شو يسوي هذا؟ شو يسوي يا عمر؟ قول له اطلع فورا اطلع 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 يلا 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 انا اللي وقفت هذا هو